من اسباب الشك ان احنا شايفين المشكله، المشكله شايفينها لكن مش شايفين ربنا. السبب الثاني بطرس بدأ يغرق امتى؟ نزل بطرس من السفينه ومشي على الماء ليأتي ليسوع، شاف المسيح بتاعه فماشي، لكن هو ماشي بص في الريح شديدا فبدأ يبص حواليه فعينه سبب المسيح فخاف فبدأ يغرق. طول ما كان مثبت عينه على المسيح كان ماشي على الميه. أول ما عينه بعد على المسيح وبدأ يبص للي حواليه يقرأ إيه؟ ريح شديدة، قلق دخل جواه، بدأ يفكر، بدأ يقارن نفسه بالمشكلة، الرياح، العاصفة، نسي إن المسيح قدامه ده هو اللي معطيك السلام. ده هو اللي بيديك القدرة انك تمشي على المية عكس الطبيعة. بدأ يقرأ، دي بتحصل مع كل واحد فينا. كتير مننا لما يمر المشكلة يفضل يفكر ويفكر ويدور على حل ويدور على مين هيساعدنا، نشوف وصايه مين هيحل لنا المشكله، ونسي ان الموضوع ابسط من كده بكتير. بص على ايه؟ ربنا هو اللي قادر يمشيك على الميه، هو اللي هيرفعك فوق المشكله رغم ان كل العواصف شديده وقويه. وهنا افتكر قول للبابا شوقي السادس وبيقول ان ضعفت يوما فاعرف انك نسيت الله، ان ضعفت في يوم اعرف انك نسيت ربنا. والبابا شوقي بيقول كلمه ثانيه مهمه، ضع الله بينك وبين الضيقه فتختفي الضيقه ويرفع الله المحب. قولها تاني، ضع الله بينك وبين الضيقه فتختفي الضيقه ويبقى